في جانبي حيرسم بهالاتجاه، المقطع مالته المطلوب منه مقطع جانبي، المقطع حيكون بهالاتجاه هذا. شو الأجزاء اللي حتنقطع عندي؟ هذا حينقطع، هذا ما حينقطع، هذا ينقطع وهذا ينقطع. فالشكل حيصير بهذا الشكل، القطع مالته نفس ما. طبعا الفتحة اللي موجودة هنا أيضا ما حتنقطع، الفتحة اللي موجودة هنا أيضا ما حتنقطع. خلينا نشوف الارتفاع مالته أيضا 20، نفس الارتفاع، ما يحتاج ارجع اقيس مرة ثانية على المتحددة. حتى هاي المسافة اللي ما يحتاج انه اعيدها مرة ثانية موجودة عندي. زين، اللي هي تقريبا 50، يعني 5 × 5 الشكل اللي يطبقه بالرسم. ارتفاع اش قد؟ ارتفاع هذا الشكل هو 30 قلنا زائد نصف قطر الدائرة، ما يحتاج اقيسه، يعني موجود عندي هنا. انا ايضا اقدر اطلع الارتفاع مباشرة بدون قياس، يعني قبل شوي يعني قست الشكل. الارتفاع نفس امتداد الارتفاع نفسها السائد. الدائرة أيضا أقدر أعمدها نفس الدائرة، أقدر أعمدها، والدائرة أيضا أقدر أعمدها هي امتداد قطر الدائرة. الدائرة لو تلاحظون سويتها بخط مرئي، الدائرة سويتها بخط مرئي، لأن أنا من حقطع هنا هذا الجزء حينشال، بقى عندي فظهرت عندي هذا القوس مال الدائرة، ظهر صار ظاهر، اللي هو أنا ما قطعته، أنا قطعي بالهنا وبعدين انتقل لهنا. أوكي، بالمنتصف عندي هاي المسافة اللي هي 20 × 30، 20 × 30، 20 × 30. خلينا نشوف وش قد القوس صار عندي، صار عندي تقريبا 50. عشرين سنتر تلاحظ، بس هذا مؤقت لحد ما امسحه. ويا ارتفاع هذا نفس الارتفاع مال هذا، نفس الارتفاع مال هذا. رسم ثاني بس حتى اعرف ايش نص وين مالته. اوكي، الشر عندي بهذا الشكل، اللي حيتهشر هو هذا الجسم عدا هاي المنطقة، يعني مقطعته عدا هاي المنطقة وعدا هاي المنطقة. اوكي، فنهشر بزاوية 45 ايضا. كل الامتدادات باتجاه واحد، يعني مثلا هنا ظهرت عندي هاي المساحة ظللتها، عمود الخط يطلع عندك بشكل منتظم وجميل. ظهرت عندي ظللتها، شوي تتدربون عليه، يغادوا هاي نحل الأسئلة عليه على مود شوي نضبطه. المقطع الجانبي، لكم فيديو ثالث المقطع المسقط الأمامي.